الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المصنف عن الصلح، والصلح العلماء يقولون إنه معاقدة، وكونه معاقدة معناها أنه ليس عقدًا منفصلًا بذاته، بل يؤول إلى عقود أخرى، فتارة نجعله بيعًا، وتارة نجعله إجارةً، وتارة نجعله غير ذلك كهبة ونحو ذلك من الأمور. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز يدلنا على جواز نوعي الصلح، وهو الصلح على إقرار أو الصلح عن إنكار، فكلا نوعي الصلح جائز لعموم الحديث، وقد ورد الحديث بيدل بنوعي الصلح. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أي إذا جعل الصلح فيه تحريم لحلال أو تحريم لحلال، بأن كان على عين محرمة، كان يصالحه على خمر أو خنزير فلا يجوز، أو أن يصالحه على فعل محرم كزنا أو بغي أو نحو ذلك فإنه يكون حراما، أو أن يصالحه على عقد يكون محرماً كالربا فحينئذ يبطل. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، هذه مسألة انتبهوا لها. يقول الشيخ: إذا صالحه عن عين بعين أخرى جاز. رجل له في ذمة فلان سيارة، فقال له: لا أريد السيارة، وإنما أريد بدلاً منها كتبك، عنده مكتبة قيمة، فقال: سوف آخذ كتبك الفلانية التي عينها في مقابل السيارة. نقول: يجوز، ويكون في هذه الحالة بيعا، فهو بيع عين بعين، هذه صورة، فيكون عين بعين. قال: أو عين بدين، عين بدين، يكون في ذمته دين 1000 ريال، فيقول: بدل 1000 سآخذ سيارتك. نقول: يجوز. إذا مراد المصنف هنا بالدين أي ما قابل العين، وليس المراد بالدين هنا ما في الذمة، لأن الأصل أن في ذمته شيء، في ذمته شيء، فلو قلت إنه يقابل ما في الذمة بما في الذمة لصار بيعا للدين بالدين، وهذا ما لا يجوز. نعم. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم، هذا نفس الكلام، أنه إذا كان عليه عين فصالحه عنه بعين أو بدين يجوز، لكن بشرط أن يتقابضا. من صور الصلح التي تكون عين بدين، صور الصلح العين بالدين، أن يكون رجل له على آخر عين، يقول له عليه سيارة، والآخر له في ذمة الآخر 1000، فقال: هذه السيارة التي لي عليك في مقابل الدين الذي في ذمتي لك، فيتساقط، فحينئذ نقول: يجوز، فيكون بيعا للعين بالدين، وحينئذ نقول: إنما في الذمة بمثابة المقبوض، وهذا يسمى القبض الحكمي. نعم. أو صالحه على، هنا مسألة الجملة الأخيرة، قوله: إن كان له دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق، هذا ذكرتكم قبل قليل. إذا كان الذي في الذمة دين فإنه لا يجوز الصلح عنه إلا بالمقبوض، فلو تفرق قبل القبض فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون بيع دين بدين فلا يجوز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، نأخذها جملة جملة. أول جملة يقول: إذا صالحه على منفعة في عقار وغيره معلومة صح، هذه هي التي يسميها العلماء ببيع المنفعة. صورة ذلك: رجل له مزرعة، وهذه المزرعة لا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق المرور في مزرعة الشخص الذي أمامه، فقال له: خذ مني 1000 ريال على أن لي حق الانتفاع بالمرور من أرضك حتى أصل إلى أرضي،
نقول إن حق المرور هذا يسمى منفعة، وقد صالحه عليها بمال، فحينئذ يكون قد اشترى هذه المنفعة بالمال. وهذه من الصور هي صورتان التي أوردها هنا، واحدة والثانية في الوصايا التي يكون فيها بيع المنفعة على سبيل التأبيد. لا تباع المنفعة على سبيل التأبيد إلا في موضعين، إحداهما هنا في باب الصلح، والثاني في باب الوصايا. هذا يصح الصلح. الصورة الثانية قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. هذه المسألة فيها خلاف. رجل في ذمته لآخر 1000 مؤجلة بعد سنة، فجاءه الدائن فقال يا فلان عجل وأضع، عجل أعطني الآن 500 وأضع عنك 500، هل يجوز ذلك أم لا؟ هم يقولون لا يجوز على المشهور، والصحيح أنه يجوز، وهو الذي مشى عليه المصنف. فيجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، خلاف المعتمد عند المتأخرين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وقد أطال في تقرير جوازه. وهذه المسألة المشهورة جدا عندهم وهي مسألة عجل وأضع. لكن انتبه لمسألة، فإن بعض الناس يتحيل على الربا بمسألة عجل وأضع. كيف؟ إذا تعاقدا عند العقد، إنشاء العقد الأول اللي هو عقد الدين، أو العقد المنشئ للدين، أو عقد القرض، إذا اتفق عنده على مسألة التعجيل وأن يضع له عند التعجيل فإنه حرام، لأنهم يكونون حينئذ قد تحيلوا على الربا. وأما إذا طرأ عليهم بعد ذلك هذا الأمر فإنه يكون شيئا جائزا فيجوز. ومسألة عجل وأضع هي التي يسميها بعض الفقهاء مسألة ربا الحطيطة، يسمونها ربا الحطيطة، والأقرب أنها تجوز بغير اتفاق ومواضعة عند إنشاء العقد. نعم. قال الثالث قال أو كان له عليه دين لا يعلمانه، يعني كلاهما لا يعلم قدره، فحينئذ يجوز الصلح على أي ما اتفقا عليه، وهذا الذي يسمونه بالمخارجة. فإن كانا يعلمانه معا فهذه هي المسألة التي تقدم ذكرها، وإن كان أحدهما يعلمه والآخر لا يعلمه فالذي لا يعلمه صحيح في حقه والذي يعلمه آثم، فيجب عليه أن يرد الحق كما علمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري. نعم. هذه المسألة يذكرها العلماء في باب الصلح، وهي مسألة أحكام الجوار، وناسب ذكرها في أحكام الصلح. لماذا؟ لأن فيها قد تكون بعوض مثل منفعة ذكرناها قبل قليل فتكون صلحا، وقد تكون إجبارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي لفظ خشبة، على جداره. صورة ذلك قديما كان الناس يبنون جدرا، وإذا أرادوا وما زالوا، وإذا أراد أن يبني جاره وإذا أراد أن يبني جاره بيته فإنه يجعل السقف على الجدار، هذا يسمى الغرز، إما فوقه أو في وسطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن، هذا تارة يكون على سبيل الوجوب وتارة يكون على سبيل الندب. يجب على الجاري أن لا يمنع جاره من وضع الخشب على جداره بشرطين: إذا لم يكن جداره يتضرر، وإذا لم يكن سقف جاره يبنى إلا بوضع هذا الخشب على الجدار. إذا وجد هذان الشرطان فإنه يجب على صاحب الجدار ألا يمنع جاره. إذا اختل أحد هذين الشرطين فله حق الامتناع أو أخذ العوض، حينئذ يجوز له. أما في غيرها فلا، أما إذا وجد الشرطان ذكرت لك قليل فيكون على الوجود. نعم. باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. نعم. هذه العقود عقود مختلفة، ولكن جمعها المصنف في باب واحد لأنها فيها معنى الإطلاق. قلت لكم قبل قليل أن الحجر من عقود التقييد، فيقيد تصرف المحجور عليه لنفسه أو لغيره. أما الوكالة وما بعدها فهي من عقود الإطلاق، فالوكالة تطلق تصرف الوكيل في مال الموكل حينما أذن له التصرف في ماله هذا الوكيل، ففيها إطلاق. والشركة فيها معنى الوكالة، فإن العلماء يقولون
إن الشريك مع شريكه يتصرف في ماله أصالة ويتصرف في مال شريكه وكالة، ففيها إطلاق لتصرفه في مال شريكه وهو ضمين لما ثبت في الشركة، فكل واحد منهما ضامن للثاني، فعقد الشركة يتضمن وكالة ويتضمن أيضا ضمان. والمساقات والمزارعة على التحقيق أنهما من عقود المشاركات، التحقيق الذي قرر الشيخ تقي الدين وغيره أن المساقات والمزارعة من عقود المشاركة. نعم نبدأ. الوكالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. نعم، ذكر المصنف أنه قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم التوكيل في حوائجه الخاصة، فكان يوكل من يبيع عنه ويشتري وفي الحمل وغيره، وفي حوائج المسلمين العامة، وهذا يدلنا على أن الوكالة نوعان في الأمر العام والخاص. الوكالة العامة التي هي عقود الإطلاق العامة كالولايات، فإن القضاء فيه معنى الوكالة وليس عقد وكالة مطلق، ولكن فيه معنى الوكالة لأنه من عقود الإطلاق، وكذلك سائر الولايات العامة. طيب، يقول الشيخ فهي عقد جائز. معنى قوله جائز ليس مراده أنه جائز في مقابل المحرم، إنما قصده جائز في مقابل اللازم، بمعنى أنه يجوز للوكيل والموكل لكل واحد منهما أن يفسخ العقد. فلو وكل زيد عمرا جاز لزيد أن يفسخ العقد وإن لم يعلم عمر ولم يرضى، والعكس يجوز لعمر أن يفسخ العقد وإن لم يعلم زيد ولم يرضى، إذ العقد يقبل الوكالة. لكن يبقى عندنا قضية التصرف قبل العلم، هذه مسألة أخرى، لكن العقد انفسخ، ولكن التصرف أحيانا قد يصح لمعنى منفصل. نعم، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. نعم، يقول الشيخ إن كل ما تصح النيابة فيه تصح فيه الوكالة، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. نعم، يقول الشيخ إن كل ما تصح النيابة فيه، والضابط في معنى ما تصح النيابة فيه هو كل ما لا يشترط فيه القيام بالبدن، فإنه تصح فيه الوكالة. قال كتفريق الزكاة وهي من حقوق الله، والكفارات ونحوها من العبادات المالية مثل النذور إذا أراد أن يعني يوزع الأموال فيها، وفي معناه قلت لكم الحج، فإن الحج مغلب فيه العبادة المالية، فيجوز التوكيل في الحج بشرط أن لا يكون فريضة، وما جاز التوكيل في كله جاز التوكيل في بعضه، فيجوز لمن حج نافلة أن يوكل في الرمي مع أن عمل بدني، قلنا لأن الرمي جزء من الحج، بعض الحج، والحج مغلب فيه كونه ماليا، فيجوز النيابة فيه ما لم يكن فرضا. قال وكذلك حقوق الآدمين كالعقود، أي إنشاء العقود وإبرامها، والفسوخ بأن يوكل غيره في فسخ عقد وهكذا. وما لا تدخله النيابة، طبعا ومن الفسوخ أيضا الطلاق. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدن. نعم، هذا هو الضابط. قال إن ما يتعلق ببدن الآدمي الخاص به فإنه لا تدخله النيابة، مثاله وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة. نعم، فإن الصلاة لا يقوم أحد عن أحد فيها البتة، والطهارة والحلف، والحلف لا يحلف أحد عن أحد. فلو أن شخصا ثبت عليه يمين أمام القاضي فليس للوكيل في الخصومة الذي نسميه نحن الآن المحامي أن يحلف عنه، لأن اليمين هذه عبادة بدنية فلا بد أن يقوم بها من وجبت عليه. والقسم بين الزوجات، والقسم بين الزوجات فلا يقوم أحد عن أحد فيه. ونحوها لا تجوز الوكالة فيها، لأنها متعلقة بالبدن. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، لا يجوز للوكيل أن يتصرف في غير الوكالة، لأنها تعد للمحل، والأصل عدم جواز تصرف المرء في غير ما أذن له فيه وفي غير ما يملك، وإنما استثني ما أذن له فيه وهو الوكالة، فلا يجوز له أن يتصرف في غيره. فلو أن امرأً على سبيل المثال وكل في خصومة، فإن من وكل في الخصومة ليس له أن يبيع ولا يشتري، وليس له أن يقبض الثمن، حتى قبض الثمن ليس له قبض الثمن، بخلاف من وكل في قبض الثمن فيقول له أن يخاصم فيه لأنه أدنى، فإذا وكل في الأعلى له الأدنى، لكن إن وكل في الأدنى فليس له الأعلى. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. يقول الشيخ يجوز التوكيل بجعل أو غيره، المراد بغيره الأجرة. والفرق بين التوكيل بالجعل والتوكيل بالأجرة أن التوكيل بالجعل كما سيأتينا بعد قليل على النتيجة، والتوكيل بالأجرة يكون متعلقا بالعمل. صورة ذلك يقول وكلتك أنك
إذا فعلت الشيء الفلاني وتم فلك كذا، هذا جعل. أو يقول وكلتك ولك في كل يوم كذا، فهذه إجارة. هذا الفرق بين الإجارة وهذا الفرق بين الجعالة. نعم. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، يقول إن يد الوكيل على العين يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. وكثيرا ما قلت لكم الأيدي ثلاثة وإن شئت أربعة، لكن نقول ثلاثة على سبيل الإيجاز. يد ملك، والمالك هذا وإن أتلف متعمدا فلا ضمان عليه لأن الملك له. النوع الثاني يد ضمان، ويد الضمان سواء كان يد ضمان بتعد وهو الغاصب أو يد ضمان عقد، فنقسمها إلى قسمين، فإنه يضمن إذا تلفت العين سواء فرط أو لم يفرط. النوع الثالث من الأيدي يد الأمانة، ويد الأمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو عد أو تعدى، وإن لم يتعدى فلا ضمان عليه. لا توجد غير هذه الأيدي الثلاث أو الأربع، غيرها لا يوجد، فلا تخلو اليد من أنواع ثلاث. هنا الوكيل يده يد أمانة لأنه مأذون له بالتصرف فلا ضمان عليه. نعم. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يقبل قول الوكلاء ومن في حكمهم وهم الأمناء في عدم ذلك، أي في عدم التفريط والتعدي باليمين. لأن القاعدة عندنا أن كل من قلنا إن القول قوله فالمراد بيمينه حيث دخلت اليمين بأن يكون من أمور المالية. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم، قال وإن ادعى الرد، يعني أن شخصا من الوكلاء أو الأمناء عموما أعطي شيئا ثم اختلف هو وموكله هل رده لموكله أم لا، فقال الموكل لم يعطني، لم يرجع لي السيارة التي أعطيته إياها في ليصلحها مثلا أو يجعل لها الفحص، وقال بل رددتها إليك، فاختلفا. فنقول إذا كان الوكيل قد أخذ عوضا على الوكالة فإنه حينئذ يده يد أمانة، لكن لا تقبل إلا ببينة، لأنه يكون ناشئا عن عقد فيكون كالأجير. وقلنا إن الوكالة إذا كانت بجعل تجعلها عقد إجارة فلا بد من بينة. وأما إن كان متبرعا فإنه يقبل قوله بلا بيمينه بلا بينة. الشركة، نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشركات. وقبل أن نتكلم عن الشركة أريدك أن تعرف أمرا، وهو أن الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي أن يشترك اثنان في ملك عين سواء كان ملكهم قهريا أو إراديا. الملك القهري رجل مات فورث ابنيه بيتا، فالابنان شريكان في البيت، شركة أملاك، هذه تسمى شركة الأملاك. ملكا اختياريا اثنان اشتريا أرضا معا ويملك كل واحد منهما جزءا مشاعا فيها، هذه شركة أملاك. النوع الثاني شركة تسمى شركة العقود، وشركة العقود يكون فيها عمل أو ذمة مع المال. واضح؟ ماشي معي؟ انظر معي. الأشياء التي يشترك فيها ثلاثة أشياء أو أربعة، لنقول ثلاثة لأن الذمة تحتاج تفصيل والوقت ضيق. ثلاثة أشياء، إما مال وإما عمل، إما مال وإما عمل وإما ذمة، صارت ثلاثة بالضبط. أنا ما أبغى أدخل في الذمة لكن رجعنا إليها، إما مال وإما عمل وإما ذمة. خذوا الحالات كلها. الحالة الأولى إذا كان الشريكان كل واحد منهما بذل مالا فقط فإن الشركة تسمى شركة أملاك، كل واحد نصف أرض ومنه النصف الآخر لم يعمل شيئا فالشركة شركة أملاك. اثنين، إذا كان كل واحد منهما بذل مالا وعملا فالشركة شركة عنان، تسمى شركة عنان، فيكون الملك على أموالهما والربح على ما اتفقا عليه، بخلاف شركة الأملاك فإن صار منها ربح إذا بيعت الأرض
فإنها تكون على رأس المال. مثال شركة العنان، اثنان يجلسان مجلس العقد فيقول مني 10,000 ومنك 10,000، ثم يعمل الاثنان في هذه 10,000 ويتاجران فيها. الحالة الثالثة أن يكون من أحد الشريكين مال ومن الآخر عمل فقط، فنسمي الشركة حينئذ مضاربة أو قراض، نفس المعنى. النوع الرابع أن يكون كلا العاملين، كلا الشريكين منه عمل فقط، يعمل وهذا يعمل، فالشركة حينئذ شركة أبدان. الحالة الخامسة أن يكون لكل واحد من الشريكين عمل وذمة، عمل وذمة، فتكون الشركة شركة وجوه، إذ الذمة لا يجوز الشركة فيها على سبيل الانفراد، بل لا بد أن يكون معها عمل أو مال. طيب، لو كان من أحدهما مال وعمل ومن الثاني مال فقط، فالشركة حينئذ نسميها شركة عنان ومضاربة معا. لذلك قال الشمس الزركشي: ويتولد من الشركات ما لا يحصر له من العدد، كذا قال. إذن إذا عرفت الشركات ضابطها الذي قبل قليل، أن الناس يشتركون في ثلاثة أشياء: إما أن يكون منهم العمل جميعا، أو منهم المال جميعا، أو من أحدهما مال ومن آخر عمل، أو منهما عمل ومنهما جميعا الذمة، فهذه الشركات المسمى. ويتولد ما ذكرت لك قبل قليل: إلا أن يكون الذمة منهما جميعا فلا يصح، لأنه لا شراكة ولا بيع للذمة، لأنه اختصاص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بيان فضل الشركة، ولذلك العلماء يقولون إن الشركة فيها فضلان. الفضل الأول أن عقود الشركات أكثر العقود بركة وصدقا، عقد الشركة عقد مبارك، ولذلك من أراد البركة في الربح فليدخل في شركة، سواء كان في عقد أو كان بين جماعة. في عقد مثل ماذا؟ مثل ما يسميه العلماء بعقود المرابحة والمواضعة والتولية، عندما يأتي رجل لآخر فيقول: هذا الكتاب اشتريته بخمسة وسأبيعه لك بستة، هذا يسمى عقد مرابحة، فأنت بيّنت له كم دخل عليك وكم نسبة الربح. ومثله الشركة، طبعا عقد الشركة في السعر، يعني يقول بنسبته: سأربح عليك ربعه. ومثله التولية، بأن يقول: سأضع عنك مما دخل علي مقدار كذا. هذه من أطيب البيوع لأن فيها صدق، ومن أطيب العقود عقود الشركات. وقد قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين إذا صدقا وبينا، فلا بد من الصدق والتبيين. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث: إذا صدقا وبينا، نستفيد أمرين. الأمر الأول أهم، وجوب الصدق، وهذا واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: ما لم يخن أحدهما صاحبه. قوله وبينا أخذ منها الفقهاء شرطا مهما، وهو أنه يجب أن يكون رأس المال معلوما في الشركة. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون مقبوضا، ما يجوز أن تجعل رأس مال الشركة دينا. قال رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم، قول المصنف: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، أي حيث لم يرد النص بالنهي عنها، وسيأتي الإشارة لبعضها. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. نعم، قال: ويكون الملك، يصح فيها كسر الميم وضمها، ويكون الملك أو الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، وهذا واضح. إذا كان جزءا مشاعا معلوما، من شرط الشركة أن يكون الربح جزءا مشاعا، وألا يكون معينا، لأنه لو كان معينا تبطل الشركة، لأن هذا يخالف حقيقة العقد فيجعله ضمانا. فدخل في هذا شركة، أي فيدخل في الشركات السابقة أولا، شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. نعم، هذا تقدم شرحه قبل قليل. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. نعم، سبق قبل قليل. وشركة الوجوه بأن يأخذان بوجوههما من الناس. معنى شركة الوجوه أي أن يجمع مع العمل الذمة، وذلك بأن يكون شخصان ليس عندهما مال فيقترضان من الناس أموالا بذمتهما جميعا،
فيكون أحدهما باشر الاقتراض والثاني ضامن له، فبذمتهما وضمانهما اقترضا من الناس ثم تاجروا، إذن فلا مال منهم، وإنما منهم العمل والضمان الذي هو الذمة، فجمعوا بين الذمة والعمل لا مجرد الضمان. الضمان وحده لا قيمة له، حكى الإجماع عليه ابن المنذر في الإشراف نقلا عن نعم. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. نعم، قوله بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهم من المباحات أي مما هو منفك عن الملك كالحشيش والاحتطاب وغير ذلك من والصيد ونحو ذلك. قال وما يتقبلانه من الأعمال أي بأن يعمل يتقبلانه من العمل في الذمة، فيجب عليهما معا، مثل أن يأتي نجاران فيتقبلان الأعمال في النجارة أو في غسيل ونحو ذلك ثم يقتسمان الأجر بينهما. قد يكون أحدهما عمل أكثر من الثاني، نقول هذا مغتفر لأنه من الشركات. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. يقول إن شركة المفاوضة الجائزة هي التي يكون فيها اشتراك بالمال منهما وبالعمل منهما وبالذمة، فيقترضان على ذمتهما معا، فجمعت الأمور الثلاثة المال والذمة والعمل فسميت مفاوضة. هذه المفاوضة الصحيحة. المفاوضة الفاسدة إذا أضيف لها دخول الأكساب النادرة والضمان النادر فحينئذ تكون المفاوضة فاسدة، وهي التي قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم شيئا حراما إن لم تكن المفاوضة حراما. قصده بالمفاوضة الحرام التي هي التي دخل فيها أكساب نادرة أو ضمان نادر. وكلها جائزة أي ما سبق إلا ما استثنيت لك قبل قليل. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. نعم، يقول إذا دخل الظلم لأحدهما أو الغرر عليه فلم يعرف كم مقداره أو ضمن رأس المال له، فلا شك أنه تجعل الشركة فاسدة. كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، يعني بأن يقول مثلا السنة الأولى ربحها لي والسنة الثانية ربحها لك، هذا فيه غرر من جهة وظلم لأحد المتعاقدين لأن الأسعار تختلف، وللآخر ربح وقت آخر، فهنا نقول الشركة فاسدة. أو ربح إحدى السلعتين. نعم، يقول اشترك في سلعتين فقال هذه ربحها لك وهذه لي، نقول لا يجوز. أو إحدى السفرتين وما يشبه وهذا ذلك واضح. نعم، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم، عقد المساقات والمزارعة سيذكره المصنف بعد قليل، وقد جاء الحديث عن في النهي عن المساقات والمزارعة إذا كانت على شيء معلوم. نعم، وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله يؤاجرون أي يعقدون عقد المؤاجرة أو عقد الشركة. ما على الماديانات. الماديات هي جداول الماء، فيقول أنا سأزرع لك هذه الأرض وما نبت على جوانب الماديات فإنه لي أنا أيها العامل، نقول إن هذا لا يجوز لأنه حدد له بقعة فقال إن ربحه منها. نعم، وأقبال الجداول وشيء. وأقبال الجداول أي المكان الذي يجي معه الماء، في طرفه يتجمع الماء فيكون فيه نبات. وشيء من الزرع. نعم، وشيء معين من الزرع، كأن يقول هذه المنطقة، وهذا لا يجوز، وليس المراد بشيء أي جزء المشاع فإنه يصح. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. نعم، زجر عنه أي نهي عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. فأما شيء أي فتجوز المزارعة والمساقات ومثلها المغارسة أيضا إذا كانت على شيء معلوم، قصده على شيء معلوم أي جزء مشاع، ربع، نصف، واحد من خمسة، 10%، وهكذا، وليس المراد بالجزء المعلوم المعين لأن الجزء المعين يبطل العقد كما سبق. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. هذا دليل على جواز المزارعة. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم، يقول الشيخ إن المساقات تكون للشجر، فيكون شخص يملك شجرة فيأتي لعامل فيعطيه فيقول للعامل اعمل بهذا الشجر، قم بسقايته وقم بتشويكه إن كان نخلا وقم بتلقيحه وغير ذلك من الأمور التي تصلحه، ولك نصف نتاجه، لك ربع نتاجه، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. المزارعة من عقود الشركات على المتقرر عند أهل العلم على التحقيق،
قال وصورتها أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، فهي شبيهة بالمساقاة، ولكن المساقاة الأصل فيها الشجر، والمزارعة الأصل فيها الأرض، والمساقاة نتاجها الثمر، والمزارعة نتاجها الزرع. وأهم مسألة في المزارعة أنهم يقولون هل يجوز أن تكون المزارعة والبذر، هل يلزم أن يكون البذر من صاحب الأرض أم يجوز أن يكون البذر من العامل؟ قولان لأهل العلم، والذي عليه العمل كما قال في زاد المستقنع وغيره أنه يجوز أن يكون البذر من العامل، وهو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد مع أهل غيبر على شطر ما يخرج منهم من ثمر أو زرع، وظاهره أن البذر كان من أهل خيبر. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. نعم، إذا جرت العادة أن العامل هو الذي يقوم ببعض الأعمال فإنه يقوم بها، وكذلك صاحب الأرض، ومن ذلك أعمال الحصاد وغيرها من الأمور. والشرط الذي لا جهالة فيه، أي والشرط الذي يكون لازما في هذه العقود إذا لم يكن فيه جهالة. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، هذا العقد فيه معنى المشاركة، ولذا فإنهم لم يوردوها في باب الإجارة، وإنما أوردوها في باب المزارعة والمساقاة عقب باب الشركات. وصورة هذا العقد أن تكون للشخص دابة فيدفع دابته لشخص آخر يعمل عليها، فالكسب إنما هو بسبب الدابة، والكسب يقتسمانه بينهما بالسوية، فهذا يجوز، وذكروا أن هذا من الشركات، وأفردوها ولم يجعلوها في الشركة، وإنما جعلوها بعد المساقة، لأن أحد الشريكين بذل مالا والمال بذل منفعة ولم يبذل مالا، فإنه بذل منفعة الدابة، والثاني بذل العمل. والحقيقة أن هذا يدخل في معنى شركة العنان، لأنه لا يلزم أن تكون المال يعني نقدا، فيجوز أن يكون منفعة. نعم، وهذه مبنية على المسألة المشهورة، هل لا بد أن يكون رأس مال الشركة نقد أم لا؟ نعم. باب إحياء الموات. نعم، باب إحياء الموات، المراد بالموات هي الأرض، فهو خاص بالأرض، الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، كونها منفكة عن الملك أي ليست ملكا لأحد، وكونها منفكة على الاختصاص أي لا يختص أحد بها، والاختصاص بالأرض له صور، فتارة يكون الاختصاص من باب الانتفاع بأن تكون الأرض طريقا للناس أو مرعا عاما لهم، فهذه الأمور التي ينتفع بها عموم الناس كالمراعي والطرق، فهذه لا يجوز إحياؤها لوجود الاختصاص فيها. النوع الثاني من الاختصاص، الاختصاص الخاص، مثل أن يأتي رجل فيحجر أرضا، فتحجير الأرض يعد اختصاصا ولا يعد إحياء. كيف؟ الأرض المنفكة التي ليست ملك لأحد تسمى موات، لو جاء شخص وحجر عليها بأن جعل في حدودها حجارة أو جعل ترابا، عقم التراب هذا المعروف، فإن هذا الفعل اختصاص، هذا الفعل جعل هذه الأرض تكون اختصاصا له، فهو مختص به أو مختص بها، لا ينازعه أحد، لكن فعله هذا ليس إحياء. متى يكون إحياء؟ إذا بنى جدارا أو بنى دارا أو حفر بئرا أو غرس شجرة، فهذا هو الذي يكون به الإحياء. فإذا حجر على أرض اختص بها وليس لغيره أن يحييها. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مال. نعم، قال الأرض البائرة أي المنفكة عن الملك والاختصاص، وقوله التي لا يعلم لها مالك أي لا يعلم لها مالك لا قريب ولا بعيد، وأما إن كان مالكها بعيد جدا وقد باد فهي في حكم من لا مالك له. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. بدأ يتكلم المصنف عن صفة الإحياء، فقال من أحاطها بحائط، فإحاطة الأرض بحائط يكون من بنائه، أما الشبك فهو تحجير وليس بناء. فمن أحاطها بحائط، زاد بعضهم مثل صاحب المبدع بأن يكون حائطا طويلا، قال أو حفر فيها بئرا، فإنه يملك البئر وحريمه، والأبار نوعان،
بئر بادية وبئر عادية، ولكل واحد منهما حريم يملكه المرء بحفره، يختلف عن الآخر، لحديث سعيد بن المسيب قال: أو إجراء أو بإجراء ماء إليها، كأن يكون حفر عينا يعني مجرا لعين أو نحو أو سقاية. قال: أو منع ما لا تزرع معه، كأن تكون الأرض حجر فيها حجارة فنزع هذه الحجارة منها، أو أزال الشوك، أو كانت الأرض مغمورة بالمياه فجعل سدا يمنع المياه عن الوصول لهذه الأرض، فكل هذه الأشياء تجعل الأرض لما كانت ممنوعة من الزرع يمكن زرعها، فهذا الفعل بنفسه يكون إحياء. قال: ملكها، أي ملك الأرض بجميع ما فيها، أي ما عليها، إلا المباحات التي فيها الظاهرة فإنها لا تملك. قال: إلا المعادن الظاهرة. قوله المعادن الظاهرة هذا مثال وليس على سبيل الحصر، فإن الأشياء المباحة فيها كلها لا تملك، بل إن الأرض لو كان ملكه ابتداء للأرض، لو كان المرء يملك الأرض ابتداء ونبت فيها مباح فإنه لا يملكه. مثل المباح، قالوا مثل الحشيش الذي ينبته الله عز وجل، ومثل الشجر الذي ينبته الله عز وجل، ومثل نقع البئر، فإن هذه مباحة لكنه مختص بها هو، فهو أولى من غيره بها فقط، لكن إن سبقه أحد إليها فإنه يملك المباحات. وقول المصنف إلا المعادن الظاهرة، المراد بالظاهرة هي التي تكون على ظهر الأرض، بحيث أن الذي يعني أن الذي يتحصل عليها يتحصل عليها بمجرد التناول دون العمل. قالوا: ومثاله الملح، فإن الملح يكون على ظهر الأرض فبمجرد أخذه كما يأخذ المباحات يتناوله، بخلاف المعادن تكون في باطن الأرض كالذهب وغيره. والفقهاء يقولون: والمعادن الباطنة تأخذ حكم الظاهرة هنا أيضا. نعم. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد، وفي لفظ أرضا مواتا فهي له. هذا الحديث يدلنا على هذا الحكم. وقبل أن أنتقل لمسألة التحجر بعدها، أريد أن تعرف مسألة، أن القرافي وابن القيم ذكر مسألة، وهي أن هذا وهو أن مسألة إحياء الموات إنما هو من باب السياسة الشرعية، أي تدخله السياسة الشرعية، لأن ملك المباحات تدخلها ذلك، فإن الصحابة كعمر وعثمان منع من الرعي في النقيع، وهذا من المنع من المباحات لمصلحة المسلمين العامة. وبناء على ذلك فقد قرر القرافي وابن القيم في الزاد أنه يجوز لولي الأمر المنع من تملك المباحات ومنه إحياء الموات إذا كان في ذلك مصلحة، وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا، وعندنا في المملكة من 86 هجري إلى الآن، يعني جاوز 70 سنة تقريبا، أو 60 سنة تقريبا، نحو من 60 سنة، لا أي امرئ يحيي مواتا فإنه لا يملكه، فلا تملك الأرض بمجرد الإحياء، بل لا بد معه الإقطاع لأجل المصلحة العامة لعموم الناس، وهذا جائز كما قرره ذكرت لكم من أهل العلم. نعم. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يقول الشيخ: إن التحجر لا يثبت به الملك، وإنما يثبت به الاختصاص. ضرب أمثلة لبعض التحجير فقال: بأن أدار حول أرض أحجارا أو ترابا فإنه لا يملك الأرض، وإنما يكون مختصا بها، هو أولى من غيره بإحيائها، وليس لأحد أن يحييها ما دام هو متحجرا لها. قال: أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، إذا وصل إلى الماء فقد أحيا البئر، سواء كان هو الذي ابتداها أو كانت عادية أي قديمة ثم حفرها حتى وصل إلى البئر، فإن لم يصل إلى البئر فهو أولى من غيره. فإن تركها ولم يكملها وترك الإتمام فترة طويلة فجاء بعده من أكملها فإن الثاني هو الذي يكون المحيي. قال: أو أقطع أرضا. المذهب أن من أقطع من ولي الأمر أرضا فإن الإقطاع لا يثبت الملك، وإنما يثبت التحجير،
فلا يثبت الملك على الأرض المقطعة إلا بإحيائها، فإن لم يحيها بالبناء أو الزرع ونحوه فإنها ترجع لعموم المسلمين. ولذلك قال فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم بالبناء أو حفر بئر يصل إلى مائه أو بزرع ونحوه أو بغرس شجر، لأن الزرع لا يثبت به الإحياء وإنما يثبت الإحياء بغرس الشجر. نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.